السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، كما وعدناكم رجعنا لكم بالفيديو جديد، وهذه المرة خاص بالتربية التشكيلية للمستوى الرابع، وهذا هو أول درس. أنا بديت بالمعتمد في التربية التشكيلية لأن هذا هو اللي ولادي أصلا تعلموا فيه في المدرسة اللي كانوا كيقراو فيها. ودابا الا عندكم شي كتاب اخر كتستعملوه من غير هذا الكتاب هذا، كتبوا لي الاسم ديالو في التعليق، وان شاء الله نوجد لكم حتى نتوما الفيديوهات الخاصه بالكتاب ديالكم. فضلا وليس امرا، يعني ما كرهتش انكم تشتركوا في القناه، لان هذه ماشي قناه الربح وانما هي قناه تعليميه محضه، لان الاغلبيه ديال التلاميذ عندهم مشكل في التربيه التشكيليه وكيجيبوا فيها نقاط ناقصه، وكيضطروا الاباء او الاولياء الامور او الخوت انهم ما يتكلفوا بهذه المهمه، يبقاو يعملوا العمل الفني. هذه طريقة مبسطة وسهلة باش أن كل تلميذ يقوم بالعمل ديالو الفني. إذن على بركة الله نبدأ الدرس الأول. أحبائي، الدرس الأول اسمه الألوان الأساسية والثانوية. كما كتعرفوا وليداتي، كاين جوج الأنواع ديال الألوان، لكن الألوان الأساسية اللي هي الألوان لا يمكن استخراجها بدمج الألوان، مثلا لا يمكن استخراج الأزرق، لا يمكن استخراج الأصفر والأحمر والأسود والأبيض. والألوان الثانوية هي التي يمكن استخراجها، مثلا أنا إلا دمجت الأزرق والأصفر غادي يعطيني الأخضر، وإلا دمجت الأحمر والأصفر غيعطيني البرتقالي، وإلا دمجت الأزرق والأحمر غيعطيني البنفسجي. إذن هادو كيتسموا الألوان الثانوية. الدرس الأول كيقول أمزجوا الألوان الأساسية وألونوا الفضاءات الفارغة في هذه اللوحة بالألوان الثانوية المناسبة. أحبائي يا وليداتي، أحسن نصيحة نقدر نعطيكم أنكم ما تستعملوش الصبغة المائية، لأن الصبغة المائية كتقطع هاد الأوراق هادو لأنهما ضعافين، ماشي بحال الورق المقوى. تقدروا تعملوا هاد العمل هذا في ورق مقوى، ياك تقدروا تجيبوا شي ورق مقوى وتعملوا فيه هاد العمل هذا، ماشي صعيب عليكم، بالعكس شي غتكون فكرة ممتازة جدا. اما هاد الاوراق هادو، حتى اذا مثلا طلب منكم الاستاذ او الاستاذه انكم تستعملوا الصباغه المائيه، ما تكثروش الماء لان الورق كيشرب الماء بسهوله، وبالتالي كيبدا يتقطع، كيبقى يتثقب ويتقطع. حنا خصنا العمل الفني ديالنا نبداوه نقي، ويبقى الكتاب كامل نقي الى غايه اخر السنه باذن الله. انا اليوم اخترت نخدم بالملونات الشمعيه، ثم ممكن تخدموا باي ملونات، ممكن تخدموا بملونات الخشبيه ولا باقلام اللباد اللي هما كاريوكا، وليني احسن انا احسن ملونات الشمعيه اولا الملونات الخشبيه. هنا اعزائي عندكم الاختيار انكم تلونوا اي لون بغيتوا، اي لون بغيتوا مادام هو لون ثانوي. انا ان شاء الله شنو فكرت مادام ان كاين الازرق هنا والاصفر هنا، علاش لا ما نخدمش باللون الاخضر. بسم الله، انتما ممكن تعملوا هنا اي لون، ممكن تعمل هنا بنفسجي، ممكن تعمل هنا البرتقالي اللي بغيتي. انا غادي نطبق النظريه ديال دمج الالوان، كاين الازرق والاصفر، الا دمجتهم كيعطوني هذا الاخضر هذا. ملي تكونوا كتلونوا احبائي، ما تبقاوش تلونوا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، لا تمشيو اتجاه واحد. الا مشيتي هكذا في الاتجاه هذا افقي، دي التلوين كامل افقي باش ما كيبقاوش هذيك الشراطي باينين. وإلا بديتي التلوين عمودي، دي التلوين كامل عمودي. ها انا اصلا خطات هنايا وعملته عمودي مع الافقي، شفتي بقاو الشروط الشراطي كيبان. اذا انا غادي نلون هذه غير بشويه عليا، ما نتكيش باش ما نقطعش الورقه، غير بشويه عليا. والحاجات اللي كيخرجوا نمسحها بالممحه، نشبرها ونمسحها بالممسحه. بحال انا خرجت شويه هنا في الاصفر غنمسحو، باش كتبقى لي كيبقى لي العمل نقي، كيبقى العمل نقي مزيان. دابا انا خدمت هذا بالاخضر، لان اذا دمجتي الاصفر والازرق كيعطيك الاخضر، دابا الا دمجتي الاصفر والاحمر غيعطيك البرتقالي، وبالتالي انا اخترت نعمل هذا العمل هذا بالبرتقالي. هذا المكان هذا نلونه بالبرتقالي.
كما كتشوفوا وليداتي سهله، ماشي شي ماشي درس صعيب، درس سهل بزاف، درس سهل بزاف. مزيان. دابا عندنا المساحه الثالثه اللي هي انا اذا دمجت الاحمر والازرق غادي يعطيني البنفسجي. اذا غادي نخدم هذا المكان هذا بالبنفسجي. سمحوا لي غلط. اي نوع البنفسجي، كان مفتوح ولا كان مغلوق ماشي مشكل. هذا هو الدرس الاول، سهل بزاف، يعني ممكن تينا تخدم كيما اي لون بغيتي، اي لون، الالوان اللي كيعجبوكم. مادام قال لكم الالوان الثانويه يعني خصكم الالوان الثانويه. مزيان. ها حنا سالينا الدرس الاول، يعني شي حاجه سهله بزاف، ما غتحتاجش منك مجهود، ما كملناش حتى 3 دقائق ملي عدلناها. قبل ما نوقفوا هذا الفيديو اعزائي، غادي نهضر لكم على اللوحات الفنيه اللي كتجبروها في هذا الكتاب. اللوحات الفنيه هي راجعه لفنانين مغاربه واجانب مشهورين بزاف. اذا اضعف عمل ممكن تقوم به انك تينا تمشي نجوجل تبحث على هاد الفنانين هادو، تعرف عليهم، لانهم مدارس، يعني الطريقه اللي كيرسموا بها هي اللي كتسمى مدرسه. كاين التجريدي، كاين الواقعي، كاين بزاف د الحاجات، كاين بزاف د المدارس. انتينا غتمشي اعزائي الاطفال، غتمشيو لجوجل غتقلبوا على الفنان احمد الورديغي اللي هو خلق سنه 1922 وتوفى سنه 1974. وهذه لوحه ديالو على الصباغه الزيتيه اللي هي معلقه في المجموعه ديال البنك التجاري المغربي. نتوما باش تتعرفوا عليه خصكم ضروري تبحثوا عليه، باش تكون عندكم إلمام وثقافة فنية، كتعرفوا بزاف ديال الفنانين. الأغلبية أولا يعني لا ماجوريتي، يعني نقدر نقول تقريبا التلاميذ كاملين ما كيعرفوش الأسماء ديال الفنانين. والمغرب الحمد لله البلد ديالنا بلد رائد في الفنون التشكيلية، ومعروفين الفنانين ديالو في العالم كامل. يعني ابسط مثال على ذلك السيده الشعيبيه الله يدخل الله يرحمها برحمه الله، اللي هي وصلتني العالميه ولات فنانه مشهوره في العالم. اذا اعزائي كنتمنى تكونوا استفدتم من الدرس الاول. ان شاء الله نعدل لكم الدرس الثاني اللي هو هاد الصفحه هذه قريبا ان شاء الله، ونعاود نعيد لكم. ما تنساوش تفعلوا الجرس ودعموا الاشتراك باش اي فيديو صورناه يوصلكم. والله يوفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.